بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع درسنا بعنوان العبادات ودورها في توثيق العلاقات الاجتماعية في زمن المحن. فأقول: ومنه سبحانه وتعالى أستمد العون والسداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل على عباده أن خلقهم وكرمهم وأنعم عليهم بنعمة الإيمان والإسلام وكلفهم بعبادته سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن العبادات في الإسلام هي التي تمنح المسلم شعورا أسمى وأعمق يربطه بخالقه عز وجل أولا، وبأخيه الإنسان ثانيا، وبمحيطه الذي يعيش فيه ثالثا. كما أن العبادات كلها إنما شرعت في الإسلام لتهذيب الفرد كي يستطيع أن يكون مصدر خير لأمته ووطنه وللبشرية جمعا، بحيث لا يكون منه شر تجاه أحد من الناس. لقد شرع الإسلام العبادات لتهذيب النفوس وتوثيق العلاقات الاجتماعية الكريمة بين أفراد المجتمع، وهي شفاء للنفوس وتطهير للقلوب، تسمو بالإنسان إلى منزلة عالية لما تثمره من أخلاق حميدة وتصرفات فاضلة وأمال جليلة، فضلا عن إسهامها الكبير في ترسيخ الوحدة الدينية والأخوة الإسلامية في أرقى معانيها وتجلياتها. جاء في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب معاني هذا الحديث النبوي الشريف: فتشبيهه صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. معشر الإخوة المؤمنين، إن العبادات في الإسلام لها أسس إيمانية متينة وثمار طيبة ومقاصد عظيمة، فأساسها الإيماني هو توحيد الله عز وجل والتوكل عليه وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل. جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ومن مقاصد العبادات في الإسلام أنها جاءت لتحقيق التضامن الاجتماعي بين أفراد الأمة، ويزداد الأمر تأكيدا ووجوبا في زمن المحن والشدائد كما هو الشأن اليوم، حيث تواجه الأمة هذا الوباء
الذي أصاب البشرية كلها. نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعه وزواله، لأن كل محنة إلى زوال مهما اشتدت. ذلك أن جميع المقدرات في علم الله عز وجل لها أوقات معلومة وآثار محدودة وآجال مقدرة. وحين يتأمل المسلم في العبادات التي شرعها الله عز وجل يجدها مشتملة على حكم عظيمة وأسرار عجيبة تعود بالخير والرحمة والسعادة على الإنسان. فالصلاة وهي أعظم عبادة في الإسلام وأشرفها، جمع الله فيها لبني آدم أعمال الملائكة كلها من قيام وركوع وسجود وذكر وقراءة القرآن واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جمع فيها أنواع مهمة من أعمال بني آدم. فالصلاة فيها معنى الزكاة، لأنها متوقفة على توفير ثمن ما يصدر المرء به جسده. وفيها معنى الصيام، لأن المصلي يمسك عن الأكل والشرب. وفيها معنى الاعتكاف، لأنها لزوم في مكان معين ولوقت محدد، كما أن توجه المسلم إلى الكعبة يجري مجرى الحج. وفي مجاهدة النفس ومدافعة الشيطان، كل ذلك يجري مجرى الجهاد. وذكر الله عز وجل في الصلاة يجري مجرى الشهادتين. إن الصلاة من الدين كالرأس من الجسد، وهي مكفرة للذنوب مطهرة للقلوب. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي موطأ إمامنا مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حافظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال علماؤنا رحمه الله: من ضيع الصلاة فقد قصر في حق جميع المسلمين، بل قصر في حق نفسه كذلك، لأن المصلي يقول في صلاته: اللهم اغفر لي وللمؤمنين، ولا بد أن يقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا المصلي فقد حرم نفسه وعامة المسلمين من دعائه لنفسه ولهم. والصوم وهو شهر الخيرات والبركات، نسأل الله العلي العظيم الجواد الكريم أن يحل على أمتنا وأهلنا وسائر بني الإنسان برفع هذا الوباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، فمن حرم خيرها فقد حرم. وإذا كان الصوم عبادة وسرا بين العبد وخالقه، كما جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا كان الصوم عبادة تجعل الصائم يتصف بصفات الملائكة وكسر النفس وصفية مرآة العقل، فإنه أيضا مناسبة وفرصة دينية عظيمة يجب أن يلتفت فيها الصائم إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، فيبادر إلى التخفيف من معاناتهم والإسهام في إسعادهم وإشراكهم فيما ينعم فيه هو من أنواع الطعام التي قد يحرم منها الفقراء والمساكين طوال العام. والزكاة وهي عبادة مالية في أدق معانيها تعاون وتضامن اجتماعي
بين الغني والفقير، وهي من أسباب نمو المال وزيادته وحفظه، كما أنها تعود بالبركة والخير على صاحبها وعلى المال الذي أخرجت منه. جاء في الحديث الصحيح: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. معشر الإخوة المؤمنين، إن الحكمة من خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل. هذه العبادة التي تعود بالنفع والخير على الإنسان نفسه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير هذه الآية الكريمة: إلا ليعبدون، أي ليقروا لي بالعبادة طوعا وكرها، وقيل ليعرفون، وقيل ليوحدون. إن العبادات التي شرعها الإسلام هي التي تعطي للمسلم قيمته الحقيقية، وتجعله إنسانا مستقيما صالحا مصلحا نافعا لأمته ووطنه وبني جنسه. ثم إن العبادات في الإسلام تتسع لتشمل جميع تصرفات الإنسان الظاهرة والباطنة، فهناك عبادة قلبية ترجع إلى أمل القلب كالحب والخوف والإخلاص والتوكل والصبر، وهناك عبادة قولية تتعلق باللسان كالدعاء والذكر، وهناك عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، وهناك عبادة مالية كالزكاة والصدقات والكفارات. وصفوة الكلام، فإن حياة الإنسان المسلم تنتظم وتستقيم في إطار شرعي متكامل الأركان راسخ البنيان، أساسه الإيمان بالله عز وجل، ثم العبادات، ثم المعاملات، ثم الأخلاق الفاضلة. وهذا كله يضمن للإنسان المسلم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إن عبادك وأبناء عبادك ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع الخير والكمالات، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.